إذن علينا أن نستخدم كل هذا المجال. وأيضا هناك استخدام كبار السن قبل التقاعد في العمل، وهناك أيضا مسألة الهجرة في سوق العمل. But the legal migration is important for our وهناك أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، سأتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. وأيضا وفي إطار موضوع التنافسية نحن علينا أن نقوم بواجبنا داخل الاتحاد الأوروبي. علينا أن نحرص أيضا بأن تكون شركاتنا عندما تساهم في السوق العالمية أن تكون مزودة بنفس الأسلحة أو إذا جاز تعبير نفس الوسائل والدعائم التي تحظى بها الشركات العالمية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع التضخم الحالي على المستوى الدولي. والتضخم مهم، وأيضا علينا أن نبقى هنا مهمين. وهناك أيضا كل ما يتعلق بالحزمة الخضراء، علينا الآن أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال من أجل تحديد أفضل الأنشطة في هذا المجال، ونحرص على أن تقوم الشركات الشركات النظيفة أن تستفيد من المزايا التفضيلية داخل التنافسية التفضيلية داخل الاتحاد الأوروبي. وعلينا أن نقوم بكل ما هو ضروري من أجل هذه الشركات حتى تقوم بتطبيق هذه التشريعات واللوائح، وأن نساعد على صناعاتنا في كل فرع وكل قطاع من القطاعات، وأن نساعد صناعاتنا في المرحلة الانتقالية. كل هذا لا ينبغي له أن يبعدنا عن الإجراءات التي تعلمها الصين والمتعلقة.